بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. السيد رئيس مجلس الشيوخ، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السادة الوزراء، السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية، السيد رئيس رابطة العمد الموريتانيين، السادة والسيدات العمد. أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أشرف معكم اليوم على افتتاح إشغال الدورة السادسة لمؤتمر العمد الموريتانيين الذي ينعقد تحت شعار اللامركزية في خدمة التنمية المستدامة. اللامركزية تمثل رافعة أساسية للتنمية المحلية، ومن هذا المنطلق تبنت الحكومة سنة 2010 إعلان السياسة العامة حول اللامركزية والتنمية المحلية، وفي نفس السياق وخلال رئاسة بلدنا للاتحاد الإفريقي تمت المصادقة على الميثاق الإفريقي حول قيم ومبادئ اللامركزية والحكامة والتنمية المحلية في قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي المنعقد في مالابو سنة 2014. أيها السادة والسيدات، لقد تم منذ سنة 2009 تنفيذ العديد من البرامج المعتبرة لدعم التجمعات المحلية من خلال مضاعفة التحويلات المالية لصالح البلديات في إطار الصندوق الجهوي الذي بلغ غلافه السنوي 3,500,000,000 أوقية. كما تساهم الدولة بنسبة 52% في مشروع طموح يبلغ تمويله 30 مليار أوقية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مخصصا بالكامل لدعم اللامركزية والتنمية المحلية. أيها السادة والسيدات، لقد مكنتنا زيارات الميدانية التي قمنا بها مؤخرا للولايات الداخلية من الإطلاع عن كثب على أحوال المواطنين والوقوف على العديد من الإنجازات في مجال القطاعات الحيوية والبنية التحتية والخدمة، وهي إنجازات نأمل أن تمكنكم من القيام بمهامكم على أحسن وجه وتجعلكم قادرين على تقديم خدمات متميزة للمواطنين. فالحكومة بذلت خلال السنوات الستة الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، كما أنشأت مشاريع هيكلية في مجال الطرق والزراعة على عموم التراب الوطني. وتهدف هذه الجهود إلى الرفع من المستوى المعيشي لسكان بصفة مباشرة، وإلى خلق مناخ ملائم للامركزية والتنمية المحلية. وأدعوكم أيها العمد إلى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من مستوى الخدمات لصالح المواطنين، ترسيخا لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد. أيها السادة والسيدات، في الختام أنتهز هذه الفرصة لأقدم خالص شكري لكم ومن خلالكم لمواطني بلدياتكم التي شملتها الزيارات الميدانية الأخيرة على حفاوة الاستقبال المعبر عن اهتمامكم بالشأن العام، كما أؤكد لكم دعمنا الكامل لترسيخ اللامركزية والتنمية المحلية. وستدرس الحكومة بعناية ما سينبثق عن هذا المؤتمر من توصيات، وأعلن على بركة الله افتتاح أشغال الدورة السادسة لمؤتمركم، متمنيا لأعمالكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.